النهائية النهائية آخر اختبار في النهائي سهران معلمين قالوا ترى وقالوا لا وراي المزاين. قلت يا ولد أنا في النعرية قلت أجي بسوق هلا ما قدرت شفته ما صبرت اللي أرقد وأقوم وأروح لا معي واحد الإماراتي قال يا رشيد كنت تعرف سبريسو؟ قلت لا والله ما أعرف قال سبريسو قهوة اشربها تخليك ما ترقد أنا أشهد أما أنها تطير قلت سبريسو قلت ونروح طال عمرك سبريسو دبل شت لا دبل جاني دبل شت يعني ثري دبل في كوب صغير وكذا قار ساعة شربتها إلا ما ينبلع بس انها زي فيه شوي واقول به تصبر به واروح والنوم فيني وصلت في رماح ولا فيني نوم يوم جيت رماح وابي ارقد وفيني النوم قال اشتغل مفعول قال اسبريسو مساء الخير ثم جاء المفعول يا ولد واجلس معي اسبريسو ذاك اليوم كله ولا رقدت الا اليوم الثاني الظهر تبي النوم بس ما اقدر يا ولد تبي النوم بس كذا اللي مو معود اللي معود شوفك واحد يقدر يمديك نوم اذا فيه اذا جسمك ما جاني النوم تقلب اسبريسو دبل شت رجع على طاري اسبريسو يعني لا احد يشرب لا احد شفت اذا لا معود حق والله العظيم يعني الرجال ما شرب من العريق اذا تعود جسمك عليه فيه نوم شربته يعني ما بقول يوم صار اول يوم شربته اول مره نظامي تقولها وقلبي يقولها الله يعزك لكن على طول يصبر السوق وصلت مرحلة أنا كل يوم هجرب داوم من الدين ما صحصح تضرب إلا هجرب صحة الفجر ولا ينفع المذنب تضرب والله أنا بسالك داوم الساعة 8 ما تكعثني مش هيك من الديرة واحد يدري الشباب واحد يدري اللي ما تغدى ساعة أذن يا شباب وحدوا المايك نواف أذن أجر أروح أذن أنا مذنب هجر نواف أذن ابي لكم الاجر مثل ما ابغى لا ترى تقدر تدفع لا 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 المسجد صحيت الفجر دوام يدفعون هناك ما نعوض دوام اذان هو ترى وزج جده شغل العصر